أدى لإضراب الجوع في علاقة باللي قاعد يصير في البلاد من خنق حرية الإعلام وصولا إلى جماعة القضاة المعتصمة إلى أن نصل معناه الحدث الكبير اللي هو الموقفين في علاقة بمدينة العمران منزل بوزين ولاية سيدي بوزيد. الإضراب انطلق البارح نص الليل، انطلقنا ب 27 مضرب، وصلنا اليوم إلى أكثر من 50 مضرب، منهم 10 على الأقل في الجهات بين القروان صفاقس ومنزل بوزيان اللي دخلوا اليوم في الإضراب. مطالب الإضراب إطلاق سراح المساجين بدون أي تتبع عدلي، بدون تتبعات عدلية، حرية الإعلام خاطر نعرفوا كان جاء الإعلام حر راهو منزل بوزيان ماهيش اليوم معزولة على الواقع التونسي، والنقطة الثالثة اللي هي القضاء، وحتى القضاء عنده ليزان رابط مباشر بقضية منزل بوزيان اللي من حقهم في محاكمة عادلة الناس هذية، الناس اللي تعذبت التعذيب هذية، وفما شهادات حية من ناس موقوفين جاوا اليوم يساندوا فينا كانوا موقوفين معاهم، والتهم الملفقة والتهم اختيرة ياسر، معناها إذا كان يصبح حق الاحتجاج والانخراط في النضال الاجتماعي جريمة تولي ماشيين في انحدار كبير. اللي قبل 14 جانفي كنا نبداو بوقفة احتجاجية يليها اعتصام بساعة وساعتين يليها اضرب بيوم الى ان نصل في درجة تصعيدية قصوى اضرب الجوع. اليوم هذيك في الحالة العادية، اليوم ما نشنا في الحالة العادية، اليوم في حالة ثورية، العادي انه في مسار ثوري يعني يتسمى اضرب الجوع حاجة ماهيش تصعيدية كمان، خاطر الناس تنادي بالعصيان كيفاش، وانا بالنسبة لي اضرب جوع ماهوش الأقصى. اون باراليل زاد ظهر لي دون سو سونس ولاد بوزيان اختاروا الشكل الاحتجاجي هذا، شيوخ بوزيان اللي سموه اضرب جوع، الشيوخ اللي عمرهم 85 و95 عام اختاروا اضرب الجوع، ودار الصباح في علاقة بحرية الإعلام اختاروا اضرب الجوع. ما حبيناش نختاروا شكل احتجاجي آخر، بل حبينا ننخرطوا في نفس الشكل الاحتجاجي بتمايز. كي تحكينا بالإجازة على ظروف نقاط التهم اللي حاولوا أسناد الموقفين هذوما والممارسات اللي تميز بها ظروف نقاط. أول حاجة باش نحكي ساعة على ظروف المداهمات اللي صارت في اعتصام العمران. أول حاجة هو الأمن ما دخلش العمران، الأمن ما نجمش يدخل العمران، العباد اللي توقفت المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية راهي كانت بعيدة على الاعتصام، حكيت 4.5 كيلومتر أقل واحد فيهم بعيد على الاعتصام، 4.5 كيلومتر معناها في المجموعة الأولى، وكل مجموعة اللي توقفنا نحن توقفنا نهار 26 نهار 25 جي بلي لا دات، مي لو بليز امبورطون أنه كانت الطريقة معناها نتاع المداهمة طريقة وحشية بأتم معنى الكلمة، معناها طريقة صراحة تنحى النظام بن علي قلنا نرتاحوا منها المداهمات الوحشية هذه، مي برسك أبشع من قبل. ممكن بن علي نجم يرحمنا شوية، رحمنا وتوقفنا قبل في عهد بن علي ما يرحمنا، هذوما الناس ما يرحموش. انا نحكي لك شخصيا، انا توقفت مع السي عبد السلام الحدوري، ممكن الناس كل تعرفوه، نكلوا به بأتم تنكير، كان تنكير واضح. اسماعيل ذي فله ما حلوا له راسه بار اكزومبل، فهمت، الناس الكل بتصاور معناها وديجا الناس الكل تعرف ظروف المحاكمه، القضايا أنا القضايا كانت تهم كبيرة، تهم تخوف، تهم تكوين وفاق إرهابي، الاستيلاء على طريق وطنية، تهم كلمة نجمش تسلك منها، فهمت؟ علاش يحبوا يسكتونا، يحبوا يسكتوا العباد اللي هي هو ما داموا سكر كياس ولا ما داموا شد سيارة إدارية كان جيعان في كرشه، جيعان في كرشه خويا يعطيه خليه ياكل الماء، ما هم ما يعطوش ياكلوا الماء، ياكل الطريح، ياكل الفلقة. في الوقوف في السيارة نتاع الأمن كانت معناها بصراحة طرق وحشية، طرق صهيونية بأتم معنى الكلمة.